ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أبنائي الطلبة، زملائي الأساتذة، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الفيديو الذي يحمل عنوان ملخص شامل مع أمثلة في الهندسة الفضائية. إذن في كل ما يلي المستوي أو في كل ما يلي الفضاء منسوب إلى معنى متعامد ومتجانس O A G K. إذن النقطة A إحداثيها X A Y A Z A، نحن نتحدث عن الفاصلة، نحكي عن الفاصلة والترتيب والرقم. إذن والنقطة B إحداثيها X B Y B و Z B، والشعاعان، إذن نحكي عن الشعاعان U ألفا بيتا جاما و V، ألفا فتحة بيتا فتحة جاما فتحة، مركبات شعاعين. إذن لما نحكي على مركبات شعاع AB، نحكي على مركبات شعاع AB. إذن مركبات، إذن نقول نقطتين الفضاء منسوب إلى معنى متعامد متجانس ويجيك. إذن الشعاعان هذا يعني باش ننطلقوا فقط في الخدمة. إذن واحد مركبات الشعاع AB. إذن مركبات شعاع AB ماذا تساوي؟ إذن هي XB ناقص XA YB ناقص YA وZB ناقص ZA. مثال، إذن A نقطة 2 3 4 و B نقطة إحداثيها 2 0 1. إذن مركبات شعاع AB هي 2 ناقص 2 XB، عفوا XB 2 ناقص 2 و 0 ناقص 3 و 1 ناقص 4. إذن تساوي 0 ناقص 3 ناقص 3. إذن هذه هي مركبات شعاع AB. الطول أو المسافة بين AB أو المسافة بين A و B، إذن AB طول تساوي طول الشعاع AB تساوي، إذن إذا قلت الشعاع AB، طول الشعاع AB ما هو؟ هو XB ناقص XA مربع زائد YB ناقص YA مربع زائد ZB ناقص ZA مربع. الآن هذا السؤال أحد قريته في السنة الرابعة متوسط، قريته طويلة طول مسافة بين نقطتين A و B أو طويلة الشعاع AB، قريتها في السنة الرابعة متوسط، نعم، وزدت عودتها العام اللي فات في الدوزياماني. الآن بقى في الترمينال زدت غير حاجة واحدة، زدت هو الرقم، كنت تحكوا X Y فقط السنة الثانية، الآن زدت X Y Z. الآن إحداثية منتصف قطعة وقطعة، وقريتها أيضا إحداثية منتصف قطعة قطعة. إذن إذا كانت A منتصف قطعة فإن إحداثيها هي XA أو منتصف قطعة AB، نعم، فإن إحداثيها XA أو XB زائد XA على 2 YB زائد YA على 2 وZB زائد ZA على 2. مثلا A نقطة دائما إحداثيها 2 3 4 والB إحداثيها 2 0 1. إذن A منتصف القطعة كم إحداثيها؟ 2 زائد 2 على 2 تساوي 2، 0 زائد 3 إذن 3 على 2 و 1 زائد 4 5 على 2، هي منتصف القطعة AB. الآن نحكو على الجداء السلمي، أربعة الجداء السلمي. الآن كي نحكي على الجداء السلمي، لما نقول U في V أو U سلميا V، واش تساوي؟ تساوي ألفا في ألفا فتحة
زائد بيتا في بيتا فتح، زائد جاما في جاما فتح. مفهوم؟ الآن تعامد شعاعين، تعامد شعاعين. لو أن أيضا هناك كتابة أخرى لهذا، U في V تساوي طاولة U في طاولة V في كوسينس الزاوية المحصورة بين U و V. أو لو نحكي على تعامد شعاعين، لو نقول في الفضاء تعامد شعاعين، وش معناتها تعامد شعاعين؟ معناتها الزاوية المحصورة بين U و V وش حال تساوي؟ نحكي على تعامد شعاعين 90 درجة، نحكي على 90 درجة، P على 2 ولا ناقص P على 2. الآن تعامد شعاعين معناتها كوسينس 90 درجة كم تساوي؟ كوس 90 درجة تساوي صفر. إذن U طاولة U في طاولة V في صفر كم تساوي؟ تساوي صفر. إذن تعامد شعاعين معناها U عمودي على V، شعاع U عمودي على V إذا وفقط إذا كان أو يستلزم أنه U سلميا V يساوي الصفر. معناتها ألفا في ألفا فتحة زائد بيتا في بيتا فتحة زائد جاما في جاما فتحة تساوي الصفر. مثال، دائما نحكوا على المثال على بالي بيتفهموا بالمثال. الآن U شعاع مركباته 1 0 2، V شعاع مركباته 0 1 2 أو صفر. الآن U سلميا V كم تساوي؟ إذا تساوي 0 في 1 زائد 0 في 1 زائد 0 في 2 تساوي صفر. إذا U عمودي على V، إذا U عمودي على V. الآن نحكي على توازي شعاعين باش نقول على U و V أنهما متوازيان. U و V متوازيان، وش معناها؟ وش معناتها؟ معناتها مرتبطان خطيا، معناتها كاين علاقة تربط U و V. وش معناتها مرتبطان خطيا؟ معناتها نقدر نكتب واحد بدلالة الآخر، حيث تي حقيقي. مثال، أو قبل ذلك، أو يكفي أن نثبت هذا العلاقة، أن ألفا على ألفا فتحة تساوي بيتا على بيتا فتحة تساوي جاما على جاما فتحة اللي تساوي تي. مثال دائما، مثلا U 1 2 4 و V 2 4 8. إذن هناك ارتباط خطي بين U و V. نلاحظ ارتباط خطي بين U و V، كيف ذلك؟ 2 على 1 تساوي كم؟ 2. إذن هل هي حقيقة تساوي 4 على 2؟ لما نقول 2 على 1 معناتها 4 على 2، ماشي نبدأ منه ونجي لهنا. إذن 4 على 2 كم تساوي؟ 2. تساوي 8 على 2 وتساوي 2. إذن يوجد ارتباط خطي بين U و V. الزاوية أي كوسينس تلقى جيب تمام الزاوية أي كوس ألفا أو كوس U V كوسينس A V. الآن كوسينس A V ماذا يساوي؟ كوس الزاوية الموجهة U V يساوي إلى U سلميا V على طاولة U في طاولة V. مفهوم؟ إذن تساوي ألفا في ألفا فتحة زائد بيتا في بيتا فتحة زائد جاما في جاما فتحة الكل على. الآن طاولة الشعاع وش قلنا عليها؟ هي ألفا طاولة شعاع، إذن هي ألفا مربع زائد بيتا مربع زائد جاما مربع في ألفا فتحة مربع، ألفا فتحة مربع زائد بيتا فتحة مربع زائد جاما فتحة مربع.
التمثيل الوسيطي لمستقيم. التمثيل الوسيطي لمستقيم، كيفاش نمثلو مستقيم بالتمثيل الوسيطي؟ الآن عندنا تمثيل وسيطي لمستقيم، الآن وسيطي لمستقيم معرف بنقطة وشعاع، إذن داي يساوي أ نقطة أ وعنده شعاع، كيفاه نمثلو وسيطية؟ الآن لتمثيل الوسيط المستقيم هذا واش نديرو؟ نقولو داي يشمل أ، لأنه قلت معرف بنقطة يشمل أ و أون شعاع توجيه له، هكذا معناتها لتكن أو لتكن U لتكن M نقطة من D، M نقطة تنتمي إلى D، وش معناها؟ معناتها AM الشعاع AM يساوي T في U، هذا مكان. الآن وش ما وش تساوي شو كافي هذا؟ إذا X مركبة هذا الشعاع شنو هي؟ إكس أ و إكس ناقص إكس أ، إذا كانت إم نقطة إحداثية إكس إيكغريك زد، إذا إكس ناقص إكس أ تساوي تي، مركبة الإي سميناها ألفا، إيكغريك ناقص إيكغريك أ تساوي تي في بيتا، زد ناقص زد أ تساوي تي في جاما، حيث التي عدد حقيقي. ومنه x تساوي t alpha زائد x a، y تساوي t beta زائد y b، z تساوي t gamma زائد z a. مثال d مستقيم يشمل A نقطة إحداثيها واحد ناقص اثنان أربعة، وشعاع توجيهه هو ستة واحد ناقص واحد. الآن عين تمثيلا وسيطيا لهذا، وش معناتها؟ معناتها AM إذا سميت M دائما نفرض نقطة X Y Z تنتمي إلى D، M تنتمي إلى D، معناتها الشعاع AM وش يساوي؟ يساوي T في U، هكذا. ومنه حيث T حقيقي، ومنه الآن AM هي ماذا؟ AM هي X ناقص إكس أ، إكس أ ماذا؟ ناقص واحد، إكس ناقص واحد تساوي ستة تي، إجراج زائد اثنان تساوي تي، زد ناقص أربعة تساوي ناقص تي، ومنه إكس تساوي ستة تي زائد واحد، إجراك تساوي تي ناقص اثنان، وزد تساوي أربعة ناقص تي، حيث تي ينتمي إلى R. مفهوم؟ الآن كيفية تعيين تمثيل وسيط لمستقيم AB، معناتها مستقيم مش مستقيم معرف بنقطة وشعاع، مستقيم A B معناتها معرف بنقطتين A و B نقطتين من هذا المستقيم. إذا قال A B مستقيم تمثيل وسيطي لمستقيم A B. الآن للتمثيل الوسيطي المستقيم A B نتبع الخطوة التالية. الآن A نقطة إحداثيها
واحد اثنان ناقص واحد، و ب نقطة إحداثيها اثنان صفر ثلاثة. الآن باش نمثلوا الوسيطيا هذا المستقيم، واش نواسو؟ نجيبوا الشعاع أبي. الشعاع أبي وشن هو؟ هو واحد ناقص واحد، أو عفوا اثنين ناقص واحد واحد، صفر ناقص اثنين ناقص اثنان، ثلاثة ناقص ناقص واحد تولي أربعة. هو شعاع، هذا شو سموه؟ هو شعاع توجيه لأبي للمستقيم أبي، للمستقيم أبي. ما ومنه تمثيل الوسيط تاعو كيفاش يكون؟ يكون أم، نكتب أم تساوي تي، هذا هو أو سميه أو، إذا تي في أ بي. ونعاود نرجع للمثال تاعنا نقول نفس الشيء. الآن نرجع للمثال تاعنا، إذا أم كم؟ إذا إكس ناقص واحد تساوي أبي كم؟ تي، تي في أبي، نضرب تي في هذا الشعاع، هذا مكان. إيغريك ناقص اثنان تساوي، ندي الأ أو البيح؟ نقدر نكتب ثاني بالبي، بي ام تساوي تي ابي. ايغريك ناقص اثنان، ايغريك ناقص اثنان تساوي ناقص اثنين تي، زاد زائد واحد تساوي اربعة تي، ومن حيث تي حقيقي. ومنه اكس تساوي تي زائد واحد، ايغريك تساوي اثنين زائد او ناقص 2 تي، وزاد تساوي 4 تي ناقص 1، حيث تي ينتمي إلى R. تلف قال مثال ثلاثة، قال يكون مستقيم دي، مستقيم دي المعرف بالجملة التالية: X زائد Y مثلا ناقص 2 زاد تساوي ناقص 5، و X 2 X زائد y ناقص z تساوي ناقص 4 مثلا. الآن قال عين تمثيل وسيط لهذا المستقيم، قال عين نقطة، قال عين نقطة وشعاع توجيه لهذا المستقيم، ثم جد تمثيلا وسيطيا له. الآن لو كان نجمع واحد واثنين، الآن لو نجمع واحد واثنين أو نطرح واحد من اثنين بالطرح، شرح ننجي نقاو x زائد زاد تساوي ناقص واحد، ومنه اكس تساوي ناقص واحد ناقص زاد. نرفد نعوضها في الجملة واحد، أو نعوضها في نعوض في واحد مثلا، نجد إيغريك تساوي ان ناقص واحد ناقص زاد ناقص 3 زد، إذا ندوها من هنا تولي زائد 3 زد، إذا 3 زد ناقص 1 ندوها من هنا تولي ناقص 6. الآن إذا عطاني تمثيل وسيطي، ما عطانيش شو كيما قول شعاع ونقطة، والله عطاني جملتين قال لي مثل لي وسيطيا. الآن هذه نتلاقاو معاها نهار واحد آخر كي نحكوا على المستويات، هذه نحكوا على المستويات. الآن هذه يطلب مني تعيين تقاطع، يطلب مني تمثيل الوسيط لتقاطع المستويين. هذه شفاو عليها هذه من بعد كي نحكوا قدام بعد نزيدو نلقاوها، تعيين تقاطع مستويين، تعيين عفوا تعيين تقاطع تمثيل الوسيط لمستويين. الان تقاطع المستوي هذا والمستوي هذا اذا كانوا ماش مرتبطين خطيا، وكانوا ماش مرتبطين خطيا اي كانوا غير متوازيان، راهم راح يتقاطعوا، يتقاطعوا وفق مستقيم، لانه مستوي، هذا مستوي مثلا، هذا المستوي ا او بي، تقاطعه مع مستوى آخر، تقاطعه مع مستوى آخر شنو يعطي لي؟ يعطي لي مستقيم. تقاطع هذا المستوى، إذا سميت هذا مستوى P وهذا مستوى D، تقاطعهما راح يعطي لي D. إذا كانوا الشرط، إذا كانوا غير متوازيين أي غير متطابق أي غير منطبقين على بعضهم، وما مش متوازيين بهذا الشكل، مفهوم؟ الآن نزيدوا نتحدثوا عليها الآن. الآن بوضع Z يساوي T، وش تكون عندي؟ يكون عندي X يساوي ناقص واحد ناقص تي،
إجراك يساوي ثلاثة تي ناقص تا وزاد يساوي تي، حيث تي ينتمي إلى آر. مفهوم؟ أنت عين تقل مسقط العمود لنقطة على مستقيم المسافة بينهما، إذن آ نقطة من الفضاء ودلتا هو مستقيم، آش هي المسقط العمودي لآ على دلتا. كيفاش نعين التمثيل الوسيط نتاعها؟ كيفاش نعين المسقط، عفوا، النقطة الإحداثية هذه؟ الآن لتعين إحداثية المسقط العمودي، أو لتعين إحداثية المسقط العمودي لآ على آش أو على دلتا، نكتب إحداثية آش بدلالة تي. يعني نروح للتمثيل الوسيطي، نروح للتمثيل الوسيطي تاع المستقيم، ونكتبوا إحداثيات تاع الآ نتاع الآش بدلالة تي، ثم بواسطة التمثيل الوسيط ثم نلقاو تي اللي تحقق لي بي، ثم إيجاد تي بهذه العلاقة آش سلميا U يساوي الصفر، وأخيرا نجد التمثيل الوسيطي، وأخيرا نجد إحداثية آش. الآن قال دلتا مستقيم معرف بإكس تساوي واحد ناقص ثلاثة تي، إكراك اثنين زائد تي، وزاد ناقص واحد ناقص تي. آ نقطة ناقص واحد ناقص اثنين واحد خمسة. إحداثية الآن، إحداثية آش تحقق بما أن آش راح تنتمي للمستقيم دلتا، فإن إحداثية تحقق لي. إذن إكس آش تساوي واحد ناقص ثلاثة تي، إجراك آش تساوي اثنين زائد تي، زد آش تساوي ناقص واحد ناقص تي. ومنه الآن شعاع آش شحال يساوي؟ شعاع آش إذن واحد ناقص ثلاثة تي ناقص زائد اثنان، واثنين زائد تي ناقص واحد، وناقص واحد ناقص تي ناقص خمسة. منه آش يصبح يساوي ثلاثة ناقص ثلاثة تي، واحد زائد تي، وناقص ستة ناقص تي. مفهوم؟ الآن شنو الشعاع التوجيه تاع آش؟ وشعاعه توجيهه توجيه دي لدي، نعم، هو شعاع التوجيه تاع دي شحال؟ ناقص ثلاثة واحد وناقص واحد، ناقص ثلاثة واحد ناقص واحد. و أآش أن أآش بالنسبة لإي هو شنو؟ أآش بالنسبة لإي هو شنو؟ هو ناظمي. أآش بالنسبة إلى شعاع التوجيه تاع إي هو ناظمي له. إذن ومنه وش راح يكون عندي؟ أآش سلميا إي يساوي الصفر، إذن إحداثية، إذن مركبة هذا الشعاع في أآش تساوي الصفر، إذن ناقص ثلاثة في ثلاثة ناقص ثلاثة تي، زائد واحد في واحد زائد تي، ناقص واحد في ناقص ستة ناقص تي تساوي الصفر. إذن ناقص ثلاثة في ثلاثة ناقص ثلاثة تي، زائد واحد في واحد زائد تي، ناقص واحد في ناقص ستة ناقص تي، ماذا تساوي؟ تساوي الصفر. الآن نجمع ناقص تسعة زائد واحد زائد ستة، إذن تين نلقاو تي تساوي اثنين على إحدى عشر. مفهوم؟ الآن هذه تي هي، الآن تي هذه اللي لقيتها نرفدها ونحطها مباشرة هنايا، نحطها عفوا هنا في الآش، وين كتبت إكس آش؟ إكس آش هاي، نرفدها ونحطها هنايا، راح نلقى الإكس والإكراك والزاد، نلقى الإكس والإكراك والزاد. الآن نلقى إكس وإكراك وزاد، معناتها نلقى إحداثية تاع الآش اللي هما وشحال؟ خمسة على أحداش، إذا اثنين وعشرين زائد اثنين أربعة وعشرين على أحداش، وناقص أحداش ناقص اثنين ناقص ثلاثاش على أحداش. مفهوم هذا؟ كيفاش لقيناه؟ ارفد التي هذه، حطها في بلاصة اللي هنا في بلاصة إكس آش، إذا هذا إكس آش، هذا إكراك آش، هذا زد آش. مفهوم؟
الان لحساب المسافه، لحساب المسافه بين ا ودلتا، بين ا ودلتا اي نحسب ا اش. ا اش كيفاش حسبناها؟ قلنا هو الجذر اكس ا او اكس اش ناقص اكس ا مربع زائد ايغريك اش ناقص ايغريك ا مربع زائد زد اش ناقص زد ا مربع بالجذر.